لماذا سمي التمر والماء بالأسودين؟ يسمى التمر والماء بالأسودين ويشار إلى أن السواد يختص بالتمر دون الماء، ولكن يتم نعت الماء بالتمر، أي يتم نعت الاثنين بنعت واحد، وهذا ما كانت العرب تصنعه في الشيئين اللذين يكونان مضمومين إلى بعضهما البعض. فعلى سبيل المثال يقال للرجلين اللذان لا يفترقان بالصديقين أو الأخوين أو غير ذلك، أو ربما يطلقون عليهما بالاسم المشهور لديهما. وبناء على ذلك قال الناس عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب بسنة العمرين، كما يقال القمرين ونحو ذلك الكثير. ورد ذكر الأسودين في السنة النبوية، حيث ذكرهما الحديث النبوي الشريف: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم ملائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. يحتوي التمر على العديد من الفوائد والتي أثبتها الطب الحديث، ومنها احتوائه على مواد نشوية مولدة للطاقة بنسبة عالية مثل سكر الفركتوز وسكر الجلوكوز، به العديد من الفيتامينات بنسبة عالية، وتقي هذه الفيتامينات من مرض البلاغرا، به مركبات الكالسيوم وتفيد في تكوين وبناء العظام، به كمية كبيرة من الحديد والفوسفور، ويعتبر فاكهة وغذاء ودواء وشرابا وكذلك نوعا من الحلوى. يتميز إفطار الصائم على الماء والتمر بعدد من الفوائد العظيمة، ومنها يمنح التمر الجسم نسبة كبيرة من المواد السكرية، وبالتالي يساعد في التخلص من أعراض نقص السكر، ويزداد نشاط الجسم، يسرع من امتصاص المواد السكرية في الجسم، وخاصة بسبب خلو المعدة والأمعاء من الطعام، يسهل عملية الهضم ويرفع سكر الدم في الجسم في فترة زمنية قصيرة. يسهل عملية الهضم، يساعد تناول التمر المنقوع بالماء على تزويد الجسم بنسبة عالية من الماء، وتقدر بنسبة 65 حتى 70%، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء في وقت الإفطار. يساعد تناول الماء على انتفاع الجسم من الطعام، حيث أن كبد الجسم يتيبس أثناء الصوم، ولذلك ينبغي أن يبدأ الصائم الجائع الظمآن بشرب الماء ثم يتناول بعده الطعام، كما أن الماء والتمر من الأطعمة التي تصلح القلوب.